يقول كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. كيف يشرق قلب، كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يرجو أن يدخل حضرة الله ولم يغتسل من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار ولم يتخلص من هفواته. هذه الشهوات هفوات، هذه حواجز، هذه عقبات كأداة تقف في طريق الإنسان، لن يشرق القلب ولن يستنير الإنسان. إما وهو في هذه الحياة الدنيا إما أن ينظر إلى شيء، إما أن يكون هذا الشيء ظلماني أي في ظلمة أو نوراني، صح ولا لا؟ شيء آخر. فإذا نظر إلى شيء ظلماني انطبعت صورة ظلمانية على قلبه، وإذا نظر إلى شيء نوراني انطبعت صورة نورانية على قلبه. طيب ممكن ينظر إلى شيء لا هو ظلماني ولا هو نوراني، ممكن ولا ما ممكن؟ ممكن. الإنسان عندما ينظر مثلا على سبيل المثال إلى شجرة، هذا شجرة ظلماني ولا نوراني؟ إلى شجرة، إلى نهر، إلى يعني شيء من هذا القبيل، كيف سيعرف إن هذه صورة الآن صورة ظلمانية أو صورة نورانية؟ ينظر بأي زاوية نظر، انظر بأي زاوية نظرت، نظرت إلى هذه الشجرة بنظرة، هذه النظرة يعني نظرت بعين التعظيم لمن خلق هذه الشجرة، إذن هذا صار صورة ماذا؟ نورانية، تعظمت الخالق، قلت سبحان الله. لكن نظرت إلى شجرة ولكن بغفلة، وربما قلت وربما أشغلتك عن ذكر الله أو عن القيام أو عن الصلاة أو غير ذلك، أصبح صورة ظلمانية. فالنظر هنا نتكلم عن البصر لأن هي من المنافذ المحسوسة، هذا النظر يعني مشكلة كبيرة. النظر سهم مسموم من سهام إبليس، لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي من ماذا يقول في الحديث القدسي؟ من تركها من مخافتي أبدلته بها حلاوة يجد أو حلاوة يجد في قلبه، يجد حلاوة الإيمان. هذا النظر. وطبعا لما ونحن نتحدث عن البصر وعن النظر، كثير من الناس يظنون فقط النظر هنا نظر فقط إلى الشهوات وإلى العورات وإلى الصور الخليعة المائعة المنحطة، سواء كان في الطبيعة أو كان في وسائل التواصل أو في أي مكان. لا، النظر المذموم، النظر هنا المحرم شرعا أنواع. النظر الأول المحرم هنا هو هذا النظر إلى الشهوات وإلى العورات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ما معنى أزكى لهم؟ أطهر. أنت تبحث عن طهرة القلب، ذلك أطهر، ذلك أزكى لهم. بغضه للبصر سيحفظ فرجه، والذي لا يغض بصره كأن له أن يحفظ فرجه. هذا النظر الأول المحرم. النظر الثاني النظر إلى الدنيا بعين التعظيم، هذا النظر كذلك ينظر إلى الدنيا ولكن بعين التعظيم، بالافتتان والانبهار بهذه الدنيا. هي الدنيا أقل من القليل وعاشقها أذل من الذليل. النظر الثالث المحرم النظر إلى مؤمن بعين الازدراء وبعين الاحتقار وبالسخرية، هذا كذلك النظر محرم، أن ينظر إليه بازدراء وب
وهذا يولد في قلبه أمراض القلوب، الغرور والعجب وحب المكانة وغير ذلك، ويرى الآخرين بسخرية واستهزاء وتهكم وغير ذلك. منافذ هذا البصر، من منافذ المحسوسة. إن أردنا الحفاظ على القلب، ونحن نتحدث عن القلب،